بعد انتهائنا من شرح درس الملك الحسين بن طلال وهواية الطيران، سنقوم الآن بتدوين المعاني والأفكار لهذا الدرس. المعاني: شغوفا، محبا، النماذج مثال الشيء، تتلاشى، تنعدم، العرش، الملك، مشقات، متاعب، مصيري، مستقبلي، يرمز، يدل، الملحة أي الضرورية. أما الأفكار في هذا الدرس: أولا، شغف الملك الحسين بهوايتي التصوير الفوتوغرافي والطائرات. ثانيا، عند صعوده للطائرة كانت تتلاشى همومه وتتبدد. ثالثا، الطيران يرمز في رأيه إلى الحرية. ورابعا، في الأرض يتولى دائما المهام الشاقة والمتعبة. أرجو من الطلبة تدوينهم على الدفتر، وشكرا لكم.